السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معايا في تفسير رؤية سورة ياسين في المنام. نحن نعلم أن سورة ياسين هي قلب القرآن، فماذا يعني يا ترى رؤية قراءتها في المنام؟ ماذا تعني هذه السورة، رؤيتها في المنام، أو كذلك سماعها في المنام، أو رؤية قراءتها في المنام، أو فقط رؤية اسم سورة ياسين، ماذا تعني في المنام؟ قبل الخوض في الموضوع أدعوكم إلى ضغط زر سبسكرايب ليصلكم كل جديد عني، كذلك اللايك إن أعجبكم الموضوع في الآخر، ومشاركة القناة مع أصدقائكم وأحبائكم، وشكرا لكم. يقول العلامة ابن سيرين رحمه الله على أن رؤية سماع سورة ياسين في المنام للرأي تدل له على الخير الوفير القادم له في الطريق. كذلك قد تدل للرأي رؤية قراءة سورة ياسين على أن هذا الرأي له علاقة، يعني أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يحبه بشدة، وكذلك على أن هذا الرأي له قلب، يعني فيه محبة للناس وحب الخير، يعني ليس فيه ضغينة أو حقد. بعض علماء التفسير كالنابلسي يقولون بأن رؤية سورة ياسين في المنام للرأي تدل للرأي، أو ربما تعتبر للرأي علامة على أنه في يوم القيامة أو يوم البعث سيجتمع مع سيدنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. كذلك قراءة هذه السورة أو الاستماع إلى هذه السورة في المنام تدل للرأي على حسن دينه، وكذلك على حسن شؤونه الدنيوية، يعني أن هذا الشخص سيفلح دينيا ودنيويا. ومن كان به كرب أو مشكل فإن رؤية قراءة سورة ياسين في المنام هي علامة على الفرج، على الخير القادم لهذا الرأي. من بين كذلك التفسيرات، لأن التفسيرات لها علاقة يعني بالرأي وأحواله، فمثلا في بعض الأوقات رؤية سورة ياسين تدل على مدى التزام الرأي بالدين، يعني أنه شخص يجتنب الكثير من المعاصي وأنه على طريق الهداية. وثارة أخرى على حسب يعني الرأي قد تدل رؤية قراءة سورة ياسين في المنام على أن هذا الرأي ملتزم، يعني ملتزم جيدا بالدين، ملتزم بقراءة القرآن وقراءة هذه السورة بالأخص، فرؤيتها له يعني في الواقع هو يقرأها، وفي ورؤيته أنه يقرأها في الرؤيا يعني في الحلم تدل على أن هناك مكافأة من الله سبحانه وتعالى سيحصل على حسب عدد الآيات التي يقرأها. بالنسبة للمرأة المتزوجة رؤية قراءة سورة ياسين تشير إلى مدى حفظها ورعايتها من الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحفظها من شياطين الإنس والجن. المرأة المتزوجة التي ترى في منامها أنها تقرأ سورة ياسين تشير لها كذلك على استقرار حياتها الزوجية ومباركة هذه الحياة، تشير كذلك على أن هذه المرأة لها سيرة جيدة بين الجيران والأصدقاء، يعني أنها امرأة طيبة وامرأة صالحة. وكذلك قد تدل رؤية سورة ياسين للمرأة المتزوجة على أنها يعني بشرى من الله، على أنها امرأة يعني تسارع في الحفاظ على الصلاة في وقتها، يعني أنها شخص مطيع لله سبحانه وتعالى. كذلك قد تدل هذه الرؤية على أن هذه المرأة ستحصل على البركة والخير في حياتها لأنها تصبر كثيرا. بالنسبة للبنت العزباء رؤية سورة ياسين في المنام تشير أو هي علامة لها على أنها من الناس المطيعين، يعني الناس المحافظين على الصلاة، الناس المتدينين، وأن الله سبحانه وتعالى سيحميها من الجنس البشري، سيحميها من شياطين الإنس والجن، يعني إن كان هناك سحر أو عين أو شيء فهي محمية، حماية ربانية من الله سبحانه وتعالى. وهذه كذلك إشارة للبنت العذباء على أنها شخص متدين وورع ويخاف الله سبحانه وتعالى. هذا كل ما يدور حول تفسير رؤية سورة ياسين في المنام، وإلى موضوع قادم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.